السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله كما وعدناكم سيكون تصحيح الامتحان الجهوي الموحد لجهة تادلة الزلال علوم حياة والأرض خاص بالسنة الثالثة إعدادي مسلك عام. إذا نبدأ على بركة الله بخصوص المكون الأول، استعداد معرفة التمرين الأول. إذا لدينا نوع النشاط العصبي، المركز العصبي، ثم اتجاه السيالة العصبية، ثم مثال للنشاط. إذا انقل على ورقة تحريك الأرقام الواردة في خانة الجدول الأسفل، وضع أمام كل رقم ما يناسبه. إذا لدينا رقم 1، 4، 7، 2، 5، 3، 6 و 8. إذا بخصوص الحساسية الشعورية، المركز العصبي فهو يوجد بالمخ، بالضبط بالباحات الحسية. اتجاه السويه العصبيه دائما من المستقبل الحسي او من العضو الحسي الى المخ. مثال للنشاط، مثلا سماع صوت الجرس. التحركيه الاراديه بالنسبه للمركز العصبي هو الباحه الحركيه، يعني موجوده في المخ. اتجاه السويه العصبيه تاتي دائما من المخ او من الباحه الحركيه الى العضو المستجيب او الى العضل. ومثال للنشاط لدينا مثلا رفع سماعه الهاتف، ضرب الكرة إلى غير ذلك، يعني كلها أمثلة لبعض الأنشطة العصبية. ثم الانعكاس الشوكي، المركز العصبي المسؤول هو النخاع الشوكي. إذا اتجاه السيولة المكفية مكتوبة من العضو الحسي إلى المركز العصبي، ومن المركز إلى العضو المستجيب. ومثال سحب اليد بسرعة إثر لمس جسم حارق مثلا. التمرين الثاني نقطة ونصف، تتميز العضلة المخططة الهيكلية بثلاث خاصيات أساسية، أذكرها. إذا كما نعلم لدينا الاحتياجية والقلوصية والمرونة. إذا فهو جد بسيط للغاية. إذا أمامكم التصحيح. بخصوص الأمثلة فسبق وأن ذكرتها قبل قليل. إذا مثلا لدينا رقم 1 المخ أو الدماغ، 2 من العضو الحسي إلى المخ. مثال نكتب مثلا سماع صوت الموسيقى مثلا. كذلك بالنسبة للتحركية الإرادية لدينا المخ، ثم من المخ أو الدماغ إلى العضو المستجيب. مثال قلنا فتح الباب، إذا هذا تحركية إرادية. ثم لدينا النخاع الشوكي أو تحركية لا إرادية أو الانعكاس الشوكي. إذا عندنا النخاع الشوكي وعندنا مثال، إذا المثال هو مثلا سحب اليد إثر لمس جسم حارق مثلا. إذا كما قلنا على أن مثال للانعكاس الشوكي فسحب اليد بسرعة إلى غير ذلك. إذا ننتقل مباشرة إلى التمرين الثاني. إذا قلنا خاصيات العضلة الهيكلية المخططة، إذا فهي الاحتياجية، ثم القلوصية، ثم المرونة. إذا الاحتياجية نقصد بها هو الاستجابة للإهاجة الخارجية، ثم القلوصية إذا قلنا فهو يتجلى في تقلص العضلة، يعني قصر الطول ديالها وانتفاخ البطن ديالها وتصلبه. أما المرونة فهو القدرة على استرجاع الطول الأصلي للعضلة بعد إلغاء القوة المسببة في تمددها. إذا فهو جد بسيط. ننتقل مباشرة إلى التمرين الثالث. إذا تعرفنا على خاصيات العضلة الهيكلية. إذا الآن التمرين الثالث، تتم الاستجابة المناعية بثلاث طرق مختلفة: ألف الاستجابة المناعية الطبيعية، ثم باء خلطية، وجيم خلوية. صنف على ورقة تحرير الاقتراحات التالية حسب نوع الاستجابة المناعية. ضع الأرقام أمام الحرف المناسب ألف أو باء أو جيم. إذا لدينا رقم 1، تتدخل في خلال الحواجز الطبيعية، إذا فهذه استجابة مناعية طبيعية. تدخل فيها اللمفاويات الستة، إذا فهي استجابة مناعية خلوية. تتحول خلال بعض خلايا الجهاز المناعي إلى خلايا بلزمية، إذا فهذه استجابة مناعية خلطية. تدخل فيها اللمفاويات ب كذلك خلطية. يتم خلالها إنتاج مضادات أجسام نوعية، إذا فكذلك فهي خلطية. يتم خلالها قتل الخلايا المعفنة والسرطانية، إذا فهذه خلوية. 7، يتم خلالها القضاء على الجراثيم بواسطة الكريات البيضاء المفصصة النواة، إذا فهذه طبيعية.
تتحول خلالها بعض خلايا الجهاز المناعي إلى خلايا قاتلة وخاصة التي سي، إذا فهذه خلوية. إذا ترون التصحيح في الجدول، إذا لدينا ألف باء جيم، وأم ألف عندنا رقم واحد ورقم سبعة، باء الخلطية يعني ثلاثة أربعة وخمسة، جيم استجابة مناعية خلوية لدينا اثنان ستة و ثمانية. إذا بكل سهولة إذا بعد قليل سوف ننتقل إلى التمرين الرابع، أو إلى المكون الثالث، المود الثاني عفوا. إذا التمرين الرابع بتوظيفك للاقتراحات التالية، عندنا الاقتراحات الجهاز المناعتي حمى في اش لمفاوية ستاكات إيجابي المصل ومضادات الأجسام ضد في اش. انقل على ورقة تحليل الأرقام الواردة في النص التالي، وضع أمام كل رقم الاقتراح المناسب. إذا لدينا النص، يتجلى مرض السيدة في تسرب حمى في اش إلى الجسم، حيث تغزو هذه الأخيرة رقم 2 هو اللمفاوية ستاكات، ويمكن أن تبقى بداخلها في حالة كمون لعدة سنوات، ويكون الشخص في هذه الفترة إيجابي المصل، أي أن مصله يحتوي على مضادات الأجسام ضد في اش، ويمكن أن يظهر المرض عند هذا الشخص في أي لحظة نتيجة لتكاثر الحمى وانهيار الجهاز المناعي، فيصبح الشخص المصاب عرضة للأمراض الانتهازية. إذا رقم واحد هما حمى في اش، رقم اثنان اللمفاويات ستاكات أو تي أربعة، رقم ثلاثة هي إيجابي المصل، أربعة مضادات الأجسام ضد في اش، ثم خامسا الجهاز المناعي. إذا جد بسيط، كل اقتراح صحيح عليه 0.5 نقطة. إذا جد سهل. إذا كما قلت لكم في الفيديو السابق، على أن فيروس السيدا أو مرض السيدا فهو غير وارد في الامتحان الجهوي لسنة 2021. إذا سننتقل بعد قليل إلى المكون الثاني، وهو الاستدلال العلمي والتواصل البياني والكتابي. إذا المكون الثاني الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني بخصوص التمرين الخامس، في إثر حادثة السير أصيب السائق بشلل في يده اليمنى، فيما فقد مرافقه القدرة على الإبصار. اقترح السؤال الأول، اقترح فرضية الاستفسار في حالات كل حالة على حدة. إذا لدينا الشخص بالنسبة للسائق، إذا بالنسبة للسائق فهو أصيب بشلل في يده اليمنى، إذا نقول مثلا ربما لديه مشكل على مستوى الباحة الحركية اليسرى، فيما فقد مرافقه القدرة على الإبصار. إذا نقول كذلك ربما لدي هذا مرافق الساقه لديه مشكل على مستوى باحة الإبصار. إذا هذه هم الفرضيات. ثانيا قال لك السؤال الثاني، لماذا قام الطبيب بوخز أصابع اليد اليمنى للسائق؟ إذا للتأكد من سلامة الأعضاء المتدخلة في الانعكاس الشوكي. السؤال الثالث، كيف تفسر الإصابة ألف عند السائق؟ عند السائق هناك تلف بمنطقة بالقشرة المخية اليسرى المتحكمة في حركات اليد اليمنى. ثم كيف تفسر عند مرافق السائق؟ إذا عنده تلف في الباحة البصرية، باين راه كما تظهر الصورة على أن مرافق السائق عنده مشكلة على مستوى الجهة الخلفية للمخ، وهذه الجهة نسميها بالباحة البصرية. لنفترض أن الإصابة الملاحظة عند السائق حدثت في نفس المنطقة لكن في نصف الكرة المخية اليمنى، ماذا كان سيحدث لهذا الشخص؟ على إجابتك، إذا سيقع له شلل اليد اليسرى، ثم سنظهر على مستوى، سنعطي تعليل مناسب. إذا جد بسيط كذلك. إذا يجب قراءة المعطيات ثم الإجابة بكل سهولة جدا. إذا دائما نعرف أن كل
المخ فهو ينقسم إلى قسمين، أيمن وأيسر، والأيمن يتحكم في الجهة اليسرى للجسم، والأيسر يتحكم في الجهة اليمنى للجسم. التمرين الأخير، أثناء مزاولة العمل بأحد الحقول جرح فلاح وابنه بآلة حديدية بها صدأ. بعد يومين من الحادث ارتفعت درجة الحرارة جسمهما، الشيء الذي استوجب زيارة الطبيب الذي طلب منهما مجموعة من التحاليل يبين الجدول أسفلها النتائج المحصل عليها. إلى دليل عدد الأسابيع بعد الإصابة، سمي الكزاز في الدم بوحدات اختيارية، ثم مضادات الأجسام بالدم بوحدات اختيارية. بالاعتماد على معطيات الجدول، قارن ألف كمية السم المفرزة عند كل من الأب والابن، ب نسبة مضادات الأجسام. إذا ترون مباشرة الجدول على أن إذا عندنا سم الكزاز عند الأب والابن، إذا نلاحظ أن كمية مضادات الأجسام المفرزة عند الابن أكبر بكثير، عند الابن أكبر بكثير عند الأب، من عند الأب. مضادات الأجسام المفرزة عند أن إفراز مضادات الأجسام عند الأب منذ الأسبوع الأول، بينما لم يبدأ الإفراز عند الابن إلا في الأسبوع الثالث بعد الإصابة. سؤال ثاني، كيف تفسر انخفاض كمية السم الكذا في الحالتين؟ انخفاض كمية السم ناتج عن تدخل مضادات الأجسام. ثم السؤال الثالث، بالرجوع إلى الدفتر السهل للشخصين، تبين أحدهما سبق أن استفاد من تلقيح حديد الكزاز. باعتماد على معطيات الجدول، بين معللا جوابك أي الشخصين استفاد من التلقيح. إذا الأب هو الذي سبق له استفاد من تلقيح حديد الكزاز، لأن جسمه بدأ بإنتاج مضادات الأجسام فورا بعد الإصابة نتيجة لاكتسابه ذاكرة مناعتية. ثم السؤال الرابع كإجابة، ليس من الضروري حقنه بالمصل، لأنه اكتسب مناعة بعد الإصابة الأولى وأصبحت له ذاكرة مناعتية. إذا وصلنا إلى نهاية الفيديو، إلى اللقاء.